عادي مرت بلا معنى تتمنى يجي يوم يعطي الزمن معنى يا ما ويا مسني مرت بلا معنى تتمنى يجي يوم يعطي الزمن معنى هيك الزمن يا ناس محسوب بميزان وزنه بوزن الناس إن كان هم كان هيك الزمن يا ناس محسوب بميزان وزنه بوزن إن كان هم كان بس الزمن بمشي بلملم حكايا بمشي الزمن بمشي بلملم حكايا سلي عمره نايم على اللي فات هيك الزمن يا ناس محسوب بالميزان وزنه بوزن الناس إن كانوا هم كان هيك الزمن يا محسوب بالميزان وزنه بوزن الناس إن كانوا هم كان مين؟ أنا عيوش عيوش؟ خير يا عيوش شو في؟ أخوي أشرف يا دكتور بهلوس وحرارته عالية طيب لحظة لحظة هيني جاي معك أضوي العيادة يا دكتور مش مهم يلا يلا أشرف خير؟ أنا خايفة يا دكتور لا تخافي لا تخافي بسيطة 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 خبشي أشرف من زمان السخونة؟ لا ما في إشي بس قال لي راسي بوجعني وبطني كمان وصحي زي ما أنت شايف طيب وشو أكل اليوم؟ ما رضي يأكل إشي بس طلع الحمام كثير يا دكتور هيك ها؟ طيب بسيطة بسيطة هلا بصير احسن وبروح طمني طمني يا ام اشرف يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور ايه وين راح لا لا بسيطة شو يا دكتور طمني اكيد بعد الابرة راح يصير احسن عموما يا ام اشرف ما تشربوا سوائل او مي او اي اشي كويس يلا على اذنكم ايوه مساء الخير يا ام سلامة مساء النور خير يا اخوي رحت للدكتور على العيادة وما لقيته والضو مضوي شو بتقول مين؟ افتح يا دكتور مين انت؟ افتح يا دكتور في عنا ولد مريض في عنا ولد مريض سخنان كثير طب وليش ما جبته معك؟ ما هو خفنا يا دكتور يرفعوا الهواء يلا يا دكتور الولد مخطر طيب طيب لحظة شوي بس اجيب الشنطة لحظة
اصبر. معلش معلش، تفضل تفضل تفضل. الحمد لله حرارته خفت. يا عمي دكتور مش مسخرة. وطي حسك خلي نايم. ما تخافي مش رايح يصحى. انت مش قلت لي انه العيادة مضوية؟ لما اجيت كانت مضوية. دكتور نزيه. هاي يا دكتور نزيه. ما حدا برد. معقولة؟ طيب انت مش معك مفتاح؟ ها معي. بس وين بده يكون راح في هالليل يعني؟ قلت له بلا هالنوم في هالعيادة ما رد علي. وين بده يكون راح؟ ما في غير أبو ساطي هو اللي عملها. أنا يا أم سلامة؟ أيوة أنت. أنت ما بدك تخليها تمضي على خير يعني؟ وشو يعني؟ بدك تضربني؟ اهدى يا أم سلامة، اهدى يابا، خلينا نعرف شو اللي صار. اسمع يا ول، اي اشي بصير للدكتور انتو المسؤولين عنه، فاهم؟ احنا يا ام سلامة ما طلعنا من دورنا. وين راح يعني؟ انشقت الارض وبلعته؟ اتركينا يا حرمة وقصر الشر، روحي دوري لي عند اشكاله. ومين اشكاله يا ابو؟ وبعدين يا ام سلامة روحي شوفيه يمكن تلاقيه عند فاضل. لا ما اجى عندي. يبقى وين راح؟ اتأكدت في العيادة؟ باب العيادة مسكر يا استاذ فاضل. لا تخافي لا تخافي، أكيد أجا حدا مشان مريض. خلينا أغير أوعي ونروح له على العيادة بيكون رجع. يبقى وين راح في هالليل؟ يابا الظاهر احنا صرنا مسؤولين عن سلامة الدكتور. شو يعني؟ نحط له مين يحرسه؟ لا بس لازم نفكر كويس. نفكر كويس؟ ايوه، لانه اذا صار في اشي الناس مش راح يفكروا في غيرنا. لازم بالاول نبعد الشبهة عن حالنا. لازم نحسس الناس انه ما في بيننا وبينه اشي. خوفتنا عليك يا دكتور. ما تخاف يا أم سلامة، ما صار شيء. ومين الأولاد العيانين؟ في ولد هذا ابن أخوه ليوسف أبو جودة، وأشرف ابن أم أشرف. أشرف؟ وشو ماله أشرف؟ لا لا يا أم سلامة لا تخافي، ما في شيء، شوية سخونة وما تركته إلا لما خف. وأنا كمان يا دكتور، أخوي الصغير سخنان وبراجع. وينه؟ في الدار. طيب يلا أنا جاي معك. يلا. أستاذ فاضل، مر علي بكرة الصبح عايزك. خطر. مع السلامة. وبعدين انا اللي عرفته انه هذا كل اللي صار. يعني كان البلد قلقاني عليه وهو كل الليل عنده ام اشرف وبنتها. خلص انكشفت الشغله ووضحت. سبع حالات غير اشرف صارت الليله الماضيه، وكلهم تلاميذ عندك في المدرسه يا استاذ فاضل. شو قصدك يا دكتور؟ قصدي انه سبب المرض موجود عندك في المدرسة. في المدرسة؟ طيب ليش ما يكون واحد منهم جاب المرض معه من البيت ونقله للثانيين؟ انت ليش بتحاول ترمي المسؤولية عن ظهرك يا اخي؟ يعني انت شايف اني انا المسؤول؟ ايوه انت المسؤول، وبطل لي لا مبالاتك هذه. على الاقل في حدود مدرستك.
وساعدني حتى نوصل لسبب المرض. حاضر يا سيدي. كيف ممكن أساعدك؟ في عندك في المدرسة مقصف؟ لا. ولا أي مصدر للأكل؟ الحق يا ولد، الحق يا ولد، أبو ربح عمك بحل ثمك، الحق يا ولد، يلا يا ولد الحق. اسمع قرشك قرشك بالدور بالدور. أعطيني بقرش، أعطيني بقرش يا أبو ربح، أبو ربح بقرش بقرش بس بالدور يا ولد. ها طول بالك يا ولد، طول بالك يا أنا اللي أعطاني. احمل اغراضك وامشي. وين امشي يا عمي؟ امشي. ايه بدك ترزق يا عمي، حل عني. هذا اشي غير صحي، افهمني. هذا غير صحي. ايش اللي صحي ومش صحي؟ خلاص يا ابو ربح زي ما بقول لك، يلا يا عمي. لا بتبيع يا عمي، زي ما بقول لك مع السلامه. يلا تفضل، هات السدر، هات السدر. كيف يا عمي بدنا نبيع؟ يلا يا ولد، يلا نروح. لواش الحكي يا استاذ فاضل؟ ما تشتروا من هون. لواش الحكي؟ ممنوع البيع، ممنوع البيع للاطفال. يلا يا دكتور. يا عمي هات البسطه. ها وين يا عمي؟ ها شو هاد؟ شو نسوي هسا؟ صباح الخير يا ابو الربيف. صباح النور. مالك؟ شايفك مكشر على هالصبح. اشرف يا سيدي، ما اجي انظف الصالون اليوم. اشرف مريض يا ابو الربيف. على كل حال انا جاي اقول لك ابو صاطي بده اياك. ابو صاطي بستناك في الدار، خاطرك. ابو خليل. نعم. انت بعدك زعلان مني يا ابو خليل؟ ما في شيء زعل. انا كان قصدي مصلحتك يا ابو خليل. مصلحتك. شو بتحكي؟ يعني عشان مصلحته بربح البياع يموتوا الطلاب؟ مش قصدي يا دكتور، بس أنا ما بقدر أمنع أبو ربح يوقف الشارع قدام المدرسة ويبيع بضاعته. إذن ابن الطلاب يشتروا منه. يا دكتور أنا مدير مدرسة مش سجان، والطالب في الفرصة بيكون بده يأكل إشي يشرب إشي، أنا ما بقدر أمنعه. طيب من الأساس ليش ما في مقصف في المدرسة؟ ها؟ لأنه ما في مقصف، ما فكرنا أصلا في المقصف. إذن لازم تعمل مقصف. بدو يقطع رزقي، بدو يقطع رزقي يا أبو صاطي. اها هيك لعاد، هذا الدكتور مبين عليه مش جايب هالبر. اسمع يا ابو ربحي، روح بسط قدام المدرسه، واذا هذا الدكتور قرب عليك اضربه. بس انا مش قد المشاكل يا ابو صاطي. طيب اذا الدكتور اتحرش بيك تعال قل لي. طيب بس البسطه عنده يا ابو صاطي. البسطه خذ. استنى خذ واشتري غيرها. الله يعمر بيتك دائما يا ابو صاطي، الله يوفقك. يابا انت هيك تسرعت، انت دشرني من التخطيطات تبعتك. ابو صاطي معاه حق يا صاطي، ما هو لازم ننقر الدكتور نقرا. خليك معي يا ابو العريف. امرني يا ابو صاطي. امبارح الدكتور طول الليل وهو سهران ببيت ام اشرف، وبيقولوا
انه عيوش راح تتناديه بنص الليل. يابا يابا احنا هيك بنطعن في سمعة الناس. قلت لك اسكت ودشرني من التخطيطات تبعتك. طب شو فيها لو استنينا الدكتور يغلط له غلطة؟ واذا ما غلط شو نساوي؟ نظل ساكتين لحد ما يحرق الدنيا تحتنا؟ شو بدك اكثر من انه طول الليل وهو متانس في بيته مشرف؟ ومبارح الست عيوش كان عنده بالعيادة. عيوش؟ عيوش. وبعدين مين قال لك انه اشرف عيان؟ امبارح طول النهار قاعد عندي بالمحل ينطنط لي بين الكراسي مثل الجندب، قال عيان. انت بتصدق؟ لا لا، انت اليوم احسن بكثير. بس سخونة رجعت يا دكتور. بسيطة يا ام اشرف، هلا بعطيه ابرة وكل شيء بصير تمام. بلاش ابرة يا دكتور، اعطيني حبوب. ليش انت بتخاف من الابرة؟ ما هي بتوجع. هي امبارح وجعتك؟ مش متذكر، بس بلاش. طب يلا يلا خليك بطل. بلاش يا دكتور بلاش. اشرف اقعد عاد بلا دلع. طبعا يا عمي، ما هي البلد ما فيها رجال، الدنيا مقلوبة عليه وحضرته قاعد بين الحريم. بس بقولوا راح علشان اشرف عيان. وانتوا بتصدقوا الحكي؟ من وين عيان؟ هذه بس حجة علشان يقطعوا رزق ابو ربحي الغلبان. ما طول عمره رجال بوقف قدام المدرسة يبيع. يعني الحين العيا ظل يستنى الدكتور تيجي. بس ما في اولاد غيره عيانين يا ابو العريف، حرام. طب اسكت اسكت انت الثاني. احنا هيك طول عمرنا قلبنا طيب، بندور للغلطان على حجة. شو يعني؟ شو يعني في ولاد عيانين؟ عمرهم الولاد ما مرضوا؟ هذه حصبة يا عمي، الموسم موسم حصبة. اسألنا أنا أبو العريف. بدك تقول لي ما الولاد كبروا يا أبو العريف وحصبوا. ما أنا عارفك دقر. أبو العريف يا عمي، حد قدك؟ ولا؟ ما أنت يا عمي ما بتعرف الحصبة الألمانية، شو بعرفك فيها؟ الشغلة واضحة، بدهم يقطعوا رزق أبو ربحي الغلبان. منين الحين بده يطعم أولاده؟ قل لي قل لي منين؟ شو بتسوي يا أبو ربحي؟ بدور عرس بعيالي وما حدا بيقدر يمنعني. طيب لم البسطة وروح ولا تعب حالك. يا أستاذ فاضل امشي ولا تروح، امشي امشي. بس يا أستاذ فاضل حرام عليك، خلينا ترزق يا عمي. وبعدين معك، خلص لما البسطة وروح، واللي بدي اشوفك هون. يلا مع السلامة. هيك يعني؟ طيب والله لو اوريك انت والدكتور تبعك، لو اوريك انت والدكتور. امشي. بس يا دكتور، ابو ربحي هذا رجل غلبان وبصرف على عيلة كبيرة من ورا هالبسطة. يا ام سلامة افهميني، مشكلة طلاب المدرسة أهم عندي من مشكلة أبو ربحي البياع. أيوة يا بني، بس أبو ربحي كيف بده يعيش؟ ما عليك أنت، منحل له مشكلته، بس مش على حساب صحة الناس. وكيف بدك تحل مشكلته إذا ما بدك إياه يبيع على البسطة؟ أنت ليش مش شايفة يا أم سلامة غير البسطة ها؟ ما هو يا بني، أبو ربحي وشو بيقدر يساوي؟ نلم له لمي وبعدين يدور يشحد؟ لا يا أم سلامة، لا أنا بفكر هيك، أنا بجد له شغلي، طمني بالك. يا أبو صيطي يا أبو صيطي يا أبو صيطي، دخيل عليك يا أبو صيطي، دخيل عليك يا أبو صيطي. مالك مالك فاضل؟ فاضل طرد من قدام المدرسة. فاضل؟ فاضل هو الدكتور بالتفجيل علي، بدهم يضيعوني، بدهم يخربوا بيتي يا ابو صاطي، بدهم يخربوا بيتي. خذني معك. طيب بوريك يا ابو العريف. يما وين رايحه؟ اتركيني، بدي اخرب بيته لابو العريف هذا. يما انا ما حكيت لك شو قال عشان تروحي تعملي معه مشكله. لا يا شاطره، هذه ما هي مشكلة، هذه سمعتنا. وعشان هيك يما لازم تهدي، كل الناس عارفين مين ابو العريف وعارفين انه كذاب، مش رايحين يصدقوه. يعني نسكت له؟
بدك نسكت عشان الصوت حياتنا؟ لا يما ما نسكت، بس انا بشوف انه اذا كان في حدا بدافع عنا بيكون اقوى كثير من انه احنا ندافع عن حالنا. بعدين ما انت عارفه ابو العريف احنا مش قده. قده وقدود، ابعد عني يا بنت. يما انا قصدي انه لسانه متبري منه، خايفين يكبر الموضوع. بعدين احنا شو بعرفنا انه كان قصدهم يكبروا الشغله ضد الدكتور. اقول لك يما احسن حل نحكي لامي مليحه. امك مليحه رايحه تسوي اللي انا بدي اسويه؟ بنخليها تحكي للدكتور، وهو اكثر واحد بوقف ابو العريف عند حده. مش ابو العريف بيحكي عنه وعن الدكتور؟ يعني ما بيحكي عنه لحالنا يما، الدكتور لازم يعرف. يعني هيك رايك؟ اه طبعا يما، الوحيد اللي اعطى درس لابو العريف هو الدكتور نزيه. اتلاقط عن السجن بعده على لسان ابو العريف. طيب قومي قولي لام سلمة. يلا قومي. ماشي يما. ولا بلاش، ام سلمة بتيجي لحالها، ما بدنا تروح على العيادة ويزيد الحكي. احنا بدنا نرد على الاشاعات اللي عملها ابو العريف؟ اذا بدنا نرد على اشاعاته معناته نضب حالنا في دور احسن. يما احنا لازم نضل زي ما احنا، ولا كأننا بنقول للناس انه ابو العريف كلامه صحيح واحنا خايفين من الفضيحة. طيب يما اذا بدك تروحي روحي. اها هيك بنكون استعملنا عقلنا كويس. بس اسمعت اقول لك، اصحي تتأخر يا حبيبتي. ها حاضر قاضك. هذي مش اخلاق يا ابو صاطي. خلينا نتفاهم. اللي بدي اتفاهم انا وياه لازم يكون بيقدر الناس وبيعرف مقاماتهم. يا ابو صاطي انا بقدر الناس وبعرف مقاماتهم. اللي بيقدرني ما بكسر كلامي. يا ابو صاطي الشغل مسؤوليتي. والدكتور هو اللي عرفك مسؤوليتك؟ ابو صاطي انا مش ولد صغير عشان حدا يعرفني على مسؤولياتي. ظاهر يا استاذ فاضل دحنيت لأيام زمان، والظاهر إني كنت غلطان لما فكرتك عقلت، لكن ذيل الكلب. أنت بدك إياني أكون عاقل ولا بدك إياني أكون جبان؟ أنت رجعت للكلام الولادي يا أستاذ فاضل. أبو صاطي لازم تفهمني. أنت اللي فهمني. أبو ربحي بده يرجع لوضعه مثل أول. أبو صاطي مش هيك، انت لازم تفهمني. انا فاهمك يا استاذ فاضل، بسيطه يا مدير المدرسه. اسمع انا قلت اللي بدي اقوله واشوف كلامي بيمشي ولا لا. ابو صاطي مين هذه سوزان يما مليحه؟ وشو بعرفني يا بنيتي، بس يجي الدكتور بساله. مساء الخير. مساء النور يا دكتور. مساء النور. كيف حالك يا عيوش؟ وكيف الدراسة؟ كويس الحمد لله. طيب عن إذنكم اتفضل. يما احكي له عن التلفون. نسيت يا دكتور. ايوه يا ام سلامة. في واحدة اتصلت فيك مرتين اليوم. مين هي؟ اسمها سوزان. حكت شيء؟ لا، قالت بس خبرك انها اتصلت. طيب شكرا يا ام سلامة. اسمعي يا عيوش، انت سبقيني على الدار وانا بلحقك بعدين. مستناكي. ها انت بس مشي، مش بتقولي عندك دروس؟ صحيح بخاطرك. مع السلامة. يما ما تنسي تسألي. اسأله؟ عن ايش؟ يعني اسألي عن اولاد العيانين عشان نعرف صحة اشرف. طيب انت بس تسهلي. بخاطرك يما. مع السلامة. تلاقيها بعدها ما روحت من عنده من العيادة. أبو العريف أنت عارف إنه أخوها عيان. إذا كان عيان شو بودي عيوش لعند الدكتور؟ اسمع يا أبو العريف، أنت هيك ما بتأذي الدكتور، بيظل مهما كان رجل مش مثل البنت. أنت هيك بتأذي عيوش وبس، وأنت عارف مين عيوش بالنسبة إلي. أنا خايف عليك يا صاحبي، خايف لتطير البنت من بين إيديك وأنت قاعد تتفرج. هذا مش شغلك يا ابو العريف. طيب بس ليش زعلان؟ ما تزعلش، بلا سيرة عيوش.
بس شوف لك شغله نحكيها عن الدكتور، مو لازم نحكي يا صاحبي. لازم نحكي. طيب شو رايك نحكي عن ام سلامه؟ نعم اخوي. لا لا بلاش ام سلامه، هذه الحرمه بس اخلص من لسانها. انا من الصبح بروح لابو العريف وبوريه حده وبخيط له ثم المجلوق بعي، وكمان صاطي الثاني بده بهدله. وشو ماله الثاني؟ بضل يتعرض لعيوش كل يوم وهي مروحه من المدرسه. وشو بده هالواطي قليل الحياه من عيوش؟ قال ايش يا ستي؟ بده يوصلني بسيارته على المدرسه، مع اني ببهدله كل يوم، بس عاد شو بدك تسوي؟ واحد بارد قليل حياه. اخس بارد وجهه. كل يوم سلامه يا خيتي بهون عن ابو العريف اللي ببخ سموه علينا وعلى الناس اللي في حالهم. ولا يهمك يا خيتي ولا يهمك، ابو العريف انا اللي بطلع لك من خرجه. ايوه هيك علم الاقتصاد بيقول. يا دكتور احنا بنحكي عن مقصف مدرسه، شو دخل علم الاقتصاد؟ حتى في مقصف المدرسه لازم تسترشد بالاقتصاد. شو كأنك بتحكي عن مصلحة تجارية بتتعامل بالربح والخسارة. بالعكس تماما يا أستاذ فاضل، المقصف لازم يبيع الشغلة للطالب بسعر التكلفة، ومن ضمنها خدمات الرجل اللي رايح يدير المقصف وتطوير المقصف وأمور تانية. يعني الربح معدوم؟ طبعا معدوم. طيب شو استفادوا اللي ساهموا وعملوا المقصف؟ أنا بحكي لك شو استفاد. بكفيهم إنهم عملوا مقصف يخدمهم بنظافة ويبيعهم الشغلة وما يستغلهم فيها. يا سيدي عموما أنا عممت على الطلاب شغلة المساهمة وحطيت ميزانية. ممتاز ممتاز جدا. والمكان؟ في عندنا غرفة كانت مستودع رايحين نستعملها. وهاي يا سيدي الميزانية. شو؟ اتفضل. يا عيني ممتاز ممتاز جدا، هيك صارت الامور تمام وصار لازم اني اروح. يعطيك العافيه. وين بدري؟ بدي اروح على العياده، بدي انام لانه بكره لازم اصحى بكير. يلا تصبح على خير. على راحتك، مع السلامه. اسمعني يا ابو العريف، اذا ما ضبيت لسانك اللي مثل لسان الحرباي جوا ثمك المجلوق بقص لك اياه من شرشه، فاهم؟ اسمعيني بس ام سلامه. اسمعك وليش عمين بدك تحكي هالمره؟ ها انا ما بجيب سيره حدا يا ام سلامه. ولا مين اللي طول نهاره بيجيب في سيره مشرف وبنتها؟ مش انا يا ام سلامه. اصلا انا دائما بمدح ام اشرف انه سيره ام اشرف وبنتها مثل الشاش الابيض. اسمع اياك تجيب سيرتهم لا بمليحه ولا بعض الا لانها مقطوعه بتستقوى عليها. ها انا يا ام سلام انا ما بستقوى على حدا، بس هذول الناس هم اللي بيحكوا، مش بس عليها، على الدكتور كمان. دكتور انا دكتور يا الحياه سلامه. الدكتور انت وشو اللي عاصص على ذنبك من الدكتور؟ هذاك دكتور يخزي العين وانت خلقت دجال. يا ام سلامه حتى انت يا ام سلامه ما راح تملص من الدكتور، بكره بيصير هو اللي يولد وانت يا ام سلامه. شو خسرك من توليد يا قليل الحياه؟ عجب شو خسرك؟ لا يكون بدك تصير دايخ. لا 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 يا ام سلامه لا. لا تشرع دنيك واسمعني مليح. طيب هذه اخر مره بوصيك فيها. اذا سمعتك جبت سيره مأشرفة ولا بنتها ولا سيره الدكتور ما تلوم وتعتب الا على نفسك. حاضر 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 يا ام سلامه حاضر. حاضر ول شو ها
مرحبا يا أشرف. أبو العريف. الحمد لله على السلامة يا ولد. اشتقت لك. مين يا أشرف؟ هذا أبو العريف يما. كيف حالك يا أختي؟ شو جاي تساوي؟ يا أم أشرف أنا ضيف. عشان تطلع من هون وتصير تقول اليوم أنا كنت عند أم أشرف. يا أم أشرف يا أم أشرف أنت بدك تظلميني مثل أم سلامة. ومين اللي حكى غيرك؟ هو في حدا غيرك فاتح إذاعة؟ مش عيب عليك؟ أنا يا أم أشرف طبعا طول عمري ما بجيب سيرتك إلا بالخير. الله يسامحك يا أم أشرف. حتى اسألي أشرف، هذا هو قدامك. اسألي قول يا ولد، قول لما أنا طول عمري بجيب سيرتها بالخير. وأنا شو بعرفني؟ حتى أنت يا أشرف وأنا جاي أطل عليك. أهلاً بهالطلة. يعني أنت عارف إنه الدكتور كان يزور أشرف؟ طبعاً عارف. سلامته يا أم أشرف، ألف سلامة. وأنا علشان هيك جبت له شوية شغلات معي علشان يوكلها. أول مثل بيقول يا أم أشرف طعميه ولا تداويه. الشغلات هاي بتاخدها معك بتروحها. أشرف عنده كل شيء. لا يا أم أشرف، أنت بيت كرم والكريم ما بيرد الهدية. إحنا رضينا بالزيارة بس الهدية مش رايحين نرضى فيها. شو رايك؟ مثل ما بدها أم أشرف برضو بيصير. روح يا ما اعمل قهوة. لا 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 يا أم أشرف، ما بتساوي قهوة. هو أنا جاي أغلبكم يا أم أشرف. أنا جاي بس أطل على أشرف وأطمن على صحته. اطمن، صحته عال. يعني ينزل بكرة على الشغل؟ لا مش بكرة، الدكتور قال بعد يومين برجع للمدرسة، يعني بعد أسبوع على الصالون. اسكت يا ولد، هاليومين برجع. يعطيكي ألف عافية، تعبت اليوم يا أم سلامة. أنا وشو اللي بسويه يا بني؟ التعب عليك أنت. اسمع، الجمعة هذه لازم تأخذ إجازة وتروح على أمك ترتاح لك شوي. يمكن بشوف. لا مش يمكن وبشوف، ضروري. وبعدين حكيت مع خطيبتك؟ بيني وبينك يا أم سلامة الحكي معها بده مخ صافي. له يما، له يا بني أنا زي، حرام عليك. أكيد هي. ألو؟ أهلين سوزان. حضرتك ناسي كل اللي هون وناسيني. سوزان أرجوك لما باجي بنحكي. حتى بطلت تيجي. أنا مش عارفة راسي من رجلي، مش عارفة إذا ممكن نستمر على هالحال ولا لا، مش عارفة. ما هو الكلام هيك على التليفون مش ممكن يا سوزان. أنا تعبان والشغل كتير. لدرجة إنه ما في ربع ساعة عندك تحكي؟ أحس إني مهمة في حياتك؟ سوزان المشكلة مش مشكلة ربع ساعة، المشكلة إنه مخي مش فاضي. طيب يا نزي، لما يفضى مخك احكي معاي. حاضر، مع السلامة. زعلتها؟ ما هو عشان ترضى بدها كتير يا أم سلامة. ليش هم أهلها طالبين مهر كثير يا بني؟ لا يا أم سلامة، مش قصة مهر، بدها إياني أرجع وأترك الدالية. شو بتقول؟ الدار من غير حرمة مش دار. الواحد بكفيه مشاكل الشغل، مشاكل أهل البلد والحسابات وغيره. يابا انت ريح حالك وخلي هاي الشغلات علي. أيوة انت فاضيلي، صار الواحد لازم يقص أثر حتى يعرف وين انت. خلاص يا سيدي، بعد هيك مش راح يغيب عنك. أنا اش بدي فيك بوجهي؟ أنا اللي بهمني إنك تلاحق شغلنا وتبطل دواره. خلاص من بكرة كل إشي خليه علي. كل إشي؟ وأنا إيش أساوي؟ أنت يابا خليك مشرف على الشغل، وأي إشي بدك إياه أنا بسوي.
اللي بدي اياه انه حياتنا في الدار مش عاجبتني. خلاص يا سيدي، راحتك عندي، مش مشكلة. كيف؟ قلت لي كيف؟ بتجوز. تتجوز؟ ايش يا ماما؟ هذا اسمه هبل. اذا كانت الظروف ما بتسمح يستنوا، طبعا مش موافق. هاليومين انا باجي وبحكي معها. مع السلامة. يا ولد لا تلح علي. شو عند عيوش حتى تتجوزها؟ يابا مش ضروري يكون عندها. اسمع، انا لما بدي اجوزك اجوزك من ناس يشرفني نسبهم، مش بناسب ام اشرف. يابا ام اشرف ست محترمة، وانت نفسك قبل ما يموت جوزها كنت بتحكي عنه كان رجل محترم. كان، احنا مالنا ومال كان. المهم انا ما بناسب ام اشرف، ناسب اللي جرجرتني على المحاكم وانا اللي فكيت ضيق الجوزة. يابا يابا انسى اللي راح. ابو ساطي ما بينسى، فاهم؟ ابو ساطي ما بينسى. بس يا دكتور انتوا نسيتوا ابو ربح البياع. لا يا ام سلامة، احنا ما نسيناه. ابو ربح راح يستلم المقصف ويشتغل فيه كمان. والشغلة هاي بتربح يا بنية؟ لا مش راح يربح، لأنه المقصف مش إله، بس راح يكون له راتب يكفي ويعيش من وراه مبسوط. بس أبو ساطي مش راح يسكت. وأبو ساطي شو دخله بهيك موضوع؟ ها؟ أبدا، مجرد إن كسرنا كلامه في قضية دخل فيها، ووعد أبو ربحي إنه رجعه يبيع قدام المدرسة. أبو ساطي أحسن له يدور على حيطة طرية يدق راسه فيها. همه بس كلامه يمشي، ومش هم الناس اللي بتعبوا بشقى ابو ربحي عشانهم. يابا ام اشرف كانت بدها تعيش ابنها وبنتها، ولقت حالها فجأة وحيدة. الارض راحت منها وصارت لك. وانا شو خصني؟ جوزها باع الارض وانا اشتريت. مظبوط، بس هي ما كانت تعرف. تعرف ولا ما تعرف؟ هذه حرمة عنيدة. انا عرضت عليها انطيها دنم ارض تعيش منه ورفضت. لأنه عندها كرامة يابا، بدت من السفر، عيشت ابنها وبنتها أحسن عيشة. بنتها يابا، بنتها أكثر بنت تعلمت في الدالية. وأكيد عيوش رايحة تطلع مثل أمها، مدبرة وذكية وقوية. قوية؟ ها عال، عشان تيجي تداقر وتقالب فينا. بالعكس يابا، بتيجي تقالب وتداقر معنا. البنت القوية يابا أحسن من 60 رجل. كثير من الناس باعوك أرضهم، مين غير أم أشرف وقف بوجهك؟ أنت يا ولد بتحكي وكأني سارق الأرض ومش شاريها. لا يابا مش قصدي، بس أنت ما طلبت في الأرض إلا بعد ما مات أبو أشرف. الحق علي يعني؟ الحق علي اللي صبرت عليه؟ مش هو بس، وغيره كمان. بظل صابر عليهم يرجعوا المصاري، وبموتوا وما بيرجعوها. شو أساوي يعني؟ أسامحهم؟ يابا يابا هذا مش موضوعنا، إحنا بنحكي عن عيوش. قلت لك عيوش ما بتنفعك، فاهم؟